لسه مكملين حلقتنا الاستثنائيه والاحتفال العظيم بالثنائيه، الثنائيه الدوري والكاس بعد غياب يعني 33 سنه من سنه 89 واحنا ما خدناش الدوري والكاس في سنه واحده، وده نتيجه زي ما قلت منظومه كلها اشتغلت مع بعضها من لعيبه وجهاز فني واداره اتعاهدوا انهم هيشتغلوا وانهم هيفوزوا بالدوري والكاس وصدقوا نفسهم وصدقوا حلمهم وحطوا كل الانتقادات الهدامه اللي كانت صعبه اللي اتظلموا كتير جدا. انا بشوف فريق الفولي من الفرق اللي اتظلمت كتير جدا على مدار سنوات، ولكن اول ما كان في استجابه من الاداره لمتطلباتهم هم كانوا على موجودين في الميعاد وكانوا على قدر المسؤوليه. في الفقره دي منورني فيها كابتن احمد فتحي، واحد من ابناء نادي الزمالك المخلصين وواحد من نجوم الفريق والاعمده الرئيسيه للفريق. منورني يا كابتن احمد. ربنا يخليك يا نيره ومبروك، والله يبارك في حضرتك ومبروك على كل جماهير الزمالك. اكيد. وكمان منورني جواو فيريرا، العقل المفكر للملعب اللي كان فعلا بيبدع في الملعب. انت عايز تتفرج على لعبه بتحس ان هو بيرسم مش بيلعب، بيعمل مهارات كده واداء مدي اللعبه متعه ومدي الملعب متعه بالتاكيد، لانه عنده سي في تقيل هو ما تمش اختياره من فراغ. منور الدنيا والف مبروك. شكرا جزيلا. شكرا. حلو ده، احنا بص يا احمد انتوا ما بتاثروش مع اي لعيبه بتيجي، بيتعلموا على طول. بالظبط. وكمان منورني واحد انا من اول ماتش شفته فيه قلت لهم يا جماعه هو الراجل ده متربي في النادي؟ الراجل ده يعني من وهو صغير عندنا في النادي، ايه حب النادي ده؟ يعني ايه يبقى عنده اصابه بالتقل ده في ظهره وهو بجد كان موطي على ايديه ورجليه مش قادر من التعب، ولكن بيتحامل على نفسه بشكل رهيب وبيلعب وبيقول ان انا لا انا مش هطلع وانا هلعب وكانه متربي جوه النادي. ولما جه بقى ونورني لقيت في ايديه الاثنين لابس بريسلت كده عليها شعار نادي الزمالك، طبعا زملائي هيجيبوا على الموضوع ده. منورني ومشرفني ابن نادي الزمالك، انا بحسه ابن نادي الزمالك، هيرنانديز. منور الدنيا والف مليون مبروك. ثانك يو فيري ماتش. شكرا جزيلا. عايزين بقى نبين البريسلت كده علشان الجماهير تشوفها يعني. ده في ايد الاثنين مش في ايد واحده، ما بيهزرش. بوث هاندز. زمالك زمالك. يو هاف تو، اي دونت هاف وان. I'll give you one. اوكي اديله واحده، اديله واحده بقى. اوكي طيب كابتن احمد، يعني في البدايه الف مليون مبروك على الفوز بالدوري والكاس والموسم العظيم والاستثنائي اللي انتوا عملتوه ده. خلينا نتكلم عن، ابدا معاك من الاول شوي او من بعيد شوي، الدروب اللي حصل. يعني انتوا كنتوا بادئين الموسم بتكسبوا كل ماتشاتكم، وبعد كده حصل دروب في اربع خمس ماتشات كده قبل الدور الترتيبي اللي هو كان مرعوبين لما نخشش الدور الترتيبي وتحصل مشكله في ده، وبعدين دخلتوا الدور الترتيبي بدا يبقى فيه انتفاضه كده. عايزك تحكي لي الكواليس والدنيا كانت ماشيه ازاي. هو الاول الله يبارك في حضرتك، طبعا احنا بدانا الموسم كنادي الزمالك اللي احنا الادوار التمهيديه دي كلها بنكسبها عادي جدا، بنبقى ماشيين كويس، وكنا حاسين ان كان عندنا امل طبعا ان يبقى في اهتمام بالفرقه وفي تدعيمات والكلام ده كله، فكنا ماشيين بخطوات لحد ما حصل بقى دروب. يعني كان معانا الاول كابتن حسن حصري، كانت الاداره في الاول اللي هي اللجان اللي قبل كده ما كانتش فيه اهتمام كويس قوي بالفرقه. فكان كابتن حسن كل ما يجي يطلب حاجه كان يعني مش بتقابل بالرفض، يعني بيقابلها تجاهل، فاهم قصدي؟ فطبعا ده كان بيوصل لنا، فحصل لنا شويه ياس كده شويه. وهو يعني كل سنه احنا اخر الموسم اللي فات احنا كنا كسبين الكاس، فكان عندنا امل ان احنا نكمل، وزي ما حصل كده في الاخر الحمد لله كسبنا وكملنا. فلقينا في اللجان اللي هي قبل كده مفيش اهتمام، مفيش كنا بنطلع نتكلم والكلام ده كله، قلنا ماشي اوكي ومش عارف ايه، ننزل مفيش اي حاجه حصلت. فده عمل ياس واحباط للعيبه، اثرت بعد كده في نص الموسم او في الماتشات اللي بعد كده، فحصل لنا دروب، فبالتالي حصل لنا قله ثقه، خسرنا من فرق عمرنا ما خسرنا منها خالص ولا قبل كده ولا هنخسر منهم تاني ان شاء الله. فالثقه بعد كده لحد ما جه الاستاذ احمد مرتضى قعد معانا بصراحه وشاف طلباتنا ايه وشاف مشاكلنا ايه وحلها. يعني احنا ما كناش متوقعين يعني ان هو يعمل معانا كده بصراحه، فحلها طبعا لما جاب اليوسفاني وبعد كده رافائيل، ده
اللعيبه نفسها بقى عندها يعني اصلا معانا نفسيا بالظبط. يعني كل فرق الدوري معاهم محترف واثنين, واحنا الزمالك ما عندناش محترف خالص. يعني عايز اقول الثمان فرق جايبين محترفين يعني حتى بالظبط, واحنا بنلعب من غير محترفين. ده مش تقليل من اللعيبه المصريه, اللعيبه المصريه كويسه جدا طبعا وعلى اعلى مستوى, بس احنا دعم طبيعي بالظبط. احنا لازم يبقى عندنا دعم ولازم يعني نحس بنفس يعني نحس ان النادي عايزنا عايز يساعدنا. فده ما كناش حاسينه في الاول خالص. فلما جه استاذ احمد مرتضى زي ما قلت لحضرتك كده ان هو جه دعمنا وجه واقف جنبنا وسمع لمشاكلنا, ولما جاب اللعيبه احنا اللعيبه المصريه بقى عندها حماس وتركيز. يعني كل بقى اللي حصل ده اتركن وبقى في لعيبه تانية بروح جديده خالص. فده طبعا اثر علينا وبقى عندنا ثقه اكتر في نفسنا. صحيح. ونزلنا يعني كل الفرق اللي احنا كنا بنعاني معاها عشان نكسبها بقينا بنكسبها بكل سهوله خالص. كان عندكم حاجز نفسي مع المنافس. بالظبط بالظبط. قدرتوا ان انتوا تكسروا الحاجز النفسي ده, لان انتوا مفيش فرق بينكم وبينهم, انتوا المستقبل, انتوا الاعمار الصغيره. هي القصه كلها كانت في حاجز نفسي بالظبط. حاجز نفسي وحاجز اللي احنا دايما يعني دايما حاسين ان احنا مظلومين في النادي. فرقه الفولي بالذات كل حاجه احنا مظلومين. احنا كان في الاخر مش علان لسه بيتكلم في الموضوع والله. فده كان وصل قضيه النهارده بالظبط. فكنا متضايقين جدا يعني انت الفولي دي يا جماعه مش نادي الزمالك برده ولا احنا بالظبط احنا مش معاكم. بس فدي كانت مضايقانا جدا. اللعيبه كانت على طول حاسه بالظلم دوت. مهم جدا الكلام اللي بتقوله يا كابتن احمد علشان الناس بتقعد تنظر من بعيد او تنتقد انتقاد هدام من بعيد. يعني مفيش مشكله في الانتقادات لما تكون بناءه, لكن لما يكون انتقاد هدام من غير ما نعرف الكواليس من غير ما نعرف حاجه فده ما بيبقاش ظريف ابدا. طيب خليني اروح لجواو. لما اتعرض عليك ان انت تم اختيارك طبعا من قبل كابتن اشرف رشاد, الاداره كمان وافقت على ده وبدات تسهل الموضوع للمدير الفني, وتم عرض الاوفر عليك ان انت هتبقى متواجد في نادي الزمالك علشان تلعب معاهم نهائيات الدوري والكاس, استقبلت ده ازاي والموضوع استغرق وقت قد ايه؟ الناس اللي تعاقدوا معاك او اتكلموا معاك كانوا مين؟ مين اللي كان بيتواصل معاك؟ الاجراءات كانت سهله؟ كان في ود كده بينك وبين الناس اللي بتتكلم معاك لانهاء الصفقه؟ كان من الصعب ان اتخذ هذا القرار. بنتي كانت صغيره وكان عمرها شهر عندما أتيت للعب إلى هنا. الأمر كان صعبا. تركت زوجتي وأم ابنتي في إيطاليا. اجتمعنا مع بعض وتحدثنا عن إمكانية أن ألعب هنا في النادي للفوز بالدوري والكأس, وقررت أن ألعب بالنادي وسعدت جدا. لم أكن أتخيل أن الأمر سيكون مدهش كذلك وأنا سعيد جدا. لكن الأمر كان صعب, لكني قررت خلال يومين التوقيع مع مدير أعمالي. كلمنا كتير في اليوم ده في يوم التوقيع, ولكن في النهاية قررنا ان احنا نوقع, وده كان قرار جيد. هرجع لك تاني علشان نتكلم في قصة لما جيت بقى الناس استقبلوك ازاي وكل الكلام ده, لكن خليني اروح لهرنانديز الجندي المقاتل. لما بنتكلم بقى عن هرنانديز يعني واحنا بنتكلم عن جواو بنتكلم عن المهارات ويعني المهارات جوه الملعب والفن في اللعب وإضافة اللمسة الفنية كده في اللعب, لكن لما بتتكلم عن هرنانديز فبتتكلم عن القوة, عن قد ايه هو قوي في الملعب, بيتعامل بقوه, ارسالاته وكل ضرباته حقيقي عظيمه جدا. هرنانديز جه قرار ازاي انك عرض الاوفر عليك ان انت هتكون متواجد في نادي الزمالك؟ استقبلت القرار ازاي؟ مين اللي اتكلم معاك؟ خدت وقت قد ايه علشان تاخد القرار؟ استغرق الأمر يوم أو يومين كحد أقصى, لأن أنا أعرف عدد من الأصدقاء واللاعبين في نادي الزمالك من 6 سنوات, وكنت لعبت في مصر من قبل. أنا كنت مهتم جدا أن أعود مرة أخرى عشان أشارك في بطولة الدوري والكاس مرة أخرى. كلمت مع مدير أعمالي ووافقت أن أنا أرجع مرة تانية لمصر, ودي هتكون فرصة تانية علشان أحقق لقب الكاس والدوري مرة
مره ثانيه. رشاد وفتحي ويوسف بعتوا لي رسائل وعلى الفيسبوك وعلى الموبايل وطلبوا مني ان انا ارجع لمصر، وانا رديت عليهم ان انا حابب ان انا ارجع واشارك مع نادي الزمالك واحقق بطولات. وانا في البدايه قررت ان انا اوافق وابذل ما في وسعي لتحقيق البطولات. وعملت اكتر من اللي عليك كمان، وكل مشاعرك الطيبه وكل جهدك جوه الملعب وصل لنا كجماهير نادي الزمالك بالتاكيد، وكان واضح جدا جدا سواء انت او جواو حسينا بيكم قد ايه بتقاتلوا في الملعب، ولكن كل واحد بطريقته، ولكن حسينا بيكم داخل الملعب بشكل كبير. طيب خلينا نتكلم يا احمد، ان انا الكلام ده قلته وهفضل اقوله، ان احنا النهارده الثلاث لعيبه اللي جم للفريق منهم رضا هيكل اللي هو واحد مش غريب عنكم ابدا، هو واحد لسه كان ماشي الموسم اللي فات ورجع، ولكن هو اضافه قويه وتقيله جدا كان نفسنا يكون معانا النهارده، وجواو فيريرا وهرنانديز، الثلاثه كانوا اضافه، ولكن انتوا كلعيبه كان انا كنت بقول كده ان انتوا كلعيبه لعيبه تقال جدا ولعيبه المستقبل قدامكم، انتوا كان ناقصكم انتعاشه، لان انت مثلا في مركزك ممكن تبقى محتاج واحد معاك زي مثلا جواو زي هرنانديز، يعني الاسيست بتاعه مثلا في الملعب هيفيدك، الروتيشن من خلالهم هيفيدك، كل الكلام ده. فعايزاك تكلمني اكتر عن انه لما الثلاثه دول تم التدعيم بيهم للفريق اتعاملتوا ازاي بقى؟ اتكلمتوا مع بعض ازاي؟ ان احنا مش قليلين يا جماعه، وان احنا عايزين نكسر اتكلمتوا ازاي قبل نهائيات الدوري والكاس؟ هو بقى لما نادي الزمالك قالوا ان هم يجيبوا محترفين، فطبعا انا عرفت قبلها بكام يوم كده ان هم الاول، بس كنت لسه ما كنتش عارف ان رافائيل هو اللي جاي. فكنت عارف ان جوزيفاني هو اللي جاي، فجوزيفاني انا اعرفه لما كان معانا في الجيش، فعارف طريقه لعبه وعارف الكره بتاعته ايه، فدي ساعدتنا لما هو جه الزمالك. لعبت معاه في الجيش؟ لعبت معاه في الجيش. فساعدتنا لما هو جه، لما جه نادي الزمالك ما خدناش وقت في التاقلم على بعض، يعني ما قعدناش فتره كبيره، لا يعني يومين بالظبط، تمرينتين ثلاثه وتاقلمنا على بعض بسرعه. بخصوص رافائيل طريقه لعبه انا اصلا بحبها، هو على طول عايز الكره السريعه وهو بيخطف من فوق الشبكه دي، فدي الطريقه بتاعتي انا كاحمد فتحي، بحب انا الكره ارفع الكره السريعه اكتر من الكره العاليه والكلام ده كله. فالحاجات دي كلها خلتهم يخشوا معانا الفرقه بسرعه، غير طبعا ان هم روحهم كويسه جدا زي ما حضرتك قلت، اكنهم من اولاد النادي، ساعدونا بشكل كبير جدا. صحيح. واحنا كمان برضو ساعدناهم على قد ما نقدر، بس هم بصراحه جم بسوا فينا روح كويسه جدا، وغير كده يعني معنويا وفنيا فدونا كتير، واعتقد ان حتى اللعيبه في لعيبه يعني اللعيبه المصريين في الفرقه بيتعلموا منهم حاجات، حتى اللعيبه الفرق الثانيه بتعلم منهم حاجات. فدي حاجه كويسه يعني بالنسبه حتى كمان اللعيبه المصريه عامه يعني. فكرتني بقى وانت بتتكلم معايا كده بكوره جواو اول مره عملها في اول مباراه اهلي، صح مش اول مباراه اهلي، الكره اللي هو عملها بطريقه معينه كده فكرني بيها، اللي هي كان مره واحده كده عملها بطريقه مخادعه جدا جدا الاثنين. كانت شكلها اللي هو بالنسبه لي دي عندنا في البولي. أيوة يا جماعه، دي بتتعمل بجد في البولي بالظبط. ما انا بقيت قول لي بقى اسمها او كده عشان لما اساله الراجل ما يقوليش بتتكلمي عن ايه. مع عشان كده حضرتك، هو فعلا هو وجودهم اضافه لينا، حتى زي ما حضرتك الناس بتتعلم، زي ما حضرتك قلتي حاجات جديده اللعيبه المصريه بتتعلم منها. أنا هي دي مش غلط، بس دي كانت جديده على لعيبه الدوري المصري. لا، ان في ناس ممكن تقول لك هو كده شال الكوره. لا عادي، دي عادي يعني هو بيعملها بطريقه فنيه انها ما تتحسبش عليه انه شارك كوره. بالظبط بالظبط. حتى هو رافائيل ما بيعتمدش على القوه قوي، بس هو حريف وذكي جدا، حتى بلوكات في النادي الاهلي مش عارفين يمسكوا له ايه بالظبط، فما حتى هو طالعين دبل بلوك يعني مقفلين له الشبكه، وبرده هو بيعدي بمهاره كبيره جدا يعني، لان هو ما شاء الله يعني يعني عنده مهاره كويسه جدا. جواو، يمكن انا واحمد فتحي اكيد انت سمعت كنا بنتكلم عن الكوره اللي انت عملتها اول مره بقى تعملها في ماتش الاهلي، انت عملتها كتير في النهائيات، ولكن اول مره تعملها في ماتش الاهلي اللي هو كلنا بصينا للتلفزيون كده اللي هو ايه ده، دي جديده الحركه دي على فكره. بيكتب اباوت ذيس بقينا قاعدين كلنا نتفرج على الكوره دي اللي هو ايه ده، دي جديده قوي، حتى لعيبه الفريق المنافس قاعدين يتفرجوا عليها، اللي هو حتى لما واحد فيهم يعني حاول يقلدها ما طلعتش بنفس الحلاوه. لا يا احمد، ما طلعتش بنفس الحلاوه. فده اللي بتكلم فيه. كلمني بقى عن الكوره دي، ده ايه ده، ايه الجمال ده؟ No, that's my secret. لا لا، ده سر، ده سر خاص بيا مش هقدر اقوله. No, just I like to play with. انا بحب العب بايدي، بس بفكر دايما بشكل مستمر باحترافيه، بتكلم كتير مع فتحي وبكلم
قررت ان انا احط الكرة بالقرب من الشبكة. انا بعمل حاجة كده معينة علشان اقدر ان انا احط الكرة بالشكل ده، لان هم عندهم بلوك كويس جدا، عندهم حائط سد كويس جدا، وبالتالي انا بترك الموضوع ده ليوسفاني، ودايما بفكر في حل تاني يكون ابداعي وسريع. صحيح. طبعا يعني دي بالنسبة لي كانت أكتر كرة معلمة معايا من مهاراتك اللي دايما بتمتعنا بيها بالتأكيد. طيب نروح بقى ليوسيفاني. يوسيفاني ولا جوزيفاني؟ جوزيفاني. جوزيفاني. yes. أوكي، كلنا عمالين نقول يوسيفاني وعشنا بقى في أنه يوسيفاني وبتاع، بس تمام. طيب خلينا نروح بقى لجوزيفاني، وعايزة أعرف منك في الدورة المجمعة الأولى حصل إن أنت أمام النادي الأهلي طبعا في الدوري أول مباريات الدوري، حصل إن أنت كان في تحامل، أنت ظهرك وجعك جدا في إصابة، ولكن أنت كنت بتتحامل عليها بشكل كبير جدا، لدرجة إن في آخر شوط أنت كنت لما وقعت على الأرض أو لما وطيت تجيب كرة على الأرض سندت على أيديك ورجليك، وناس حست بيك قوي إنك بتتحامل على إصابتك. عايزاك تكلمني عن اللقطة دي اللي هي هتبقى معانا على الشاشة حالا أهي. بالظبط بالظبط بالظبط، يعني بص انت بتتألم يعني. yes. نعم. I feel pain this time. كنت اشعر بألم في الوقت ده. The volleyball is لكن في كرة الطائرة what I like. انا مغرم جدا بكرة الطائرة ودي حياتي. هي مش وظيفة بالنسبة لي، لا دي حياتي. I can do this. وانا دايما حتى لو تعرضت للموقف ده تاني هكرر نفس الامر، انا دايما بسعى دايما للفوز في كل مباراه في كل ثانيه. انا دايما عندي الروح دي ان انا دايما عندي روح ايجابيه دايما وبسعى للفوز دايما، وبالتالي انا مش بقدر ان انا اتوقف عن استخدام مهاراتي بايدي في اللعب. something more strong than me. وبالتالي انا دايما بقدر اتحامل على نفسي. And when I feel pain, لما بشعر بالالم if I go outside, لو خرجت بره المباراه ممكن اداء الفريق يتغير، فريق الزمالك يتغير. انا بفكر دايما لا انا لازم اكمل، مهم جدا بالنسبه لي وبالنسبه لنادي الزمالك ان انا اادي احسن ما عندي علشان احقق الافضل للنادي. ما انا لما بقول انك ابن النادي انا مش بقول كده من فراغ، هو حاسس بالمسؤوليه اللي عليه، يعني هو متفاهم جدا مدى المسؤوليه اللي عليه، ودي حاجه محترمه جدا. طيب احمد، عشان انا هسالهم نفس السؤال، فعايزه اعرف منك انت استقبلتهم ازاي، لان برضو جزء من انهم يقدروا يادوا احسن اداء او يقدروا ان هم يطلعوا احسن مستوى عندهم او اقصى حاجه عندهم، ده لازم يكون نابع من ان انتوا كمان احتضنتوهم واستقبلتوهم استقبال كويس وهم حابين المكان. استقبلتوهم ازاي؟ بخصوص يوسفاني، هو كده كده عرفنا زي ما قال حضرتك ان هو رشاد يوسف ما كانش غريب علينا، كان عادي يعني دخل في وسطنا بسرعه عشان لعبته معاه في طلائع الجيش. بالظبط بالظبط. نفس الكلام رافائيل برضه، هو شخصيه كويسه جدا يعني، ما يعني بصراحه محترمين ومهذبين جدا، وهم كانوا جايين عايزين يتعاونوا يعني يساعدونا، ولقوا فينا اللي احنا كمان عايزين نساعدهم وعايزين نعمل حاجه. كان هدفنا واحد اللي هو احنا يعني زي ما قلت حضرتك كده اللي احنا ايه اتشعلقنا فيهم بصراحه، فما صدقنا الناس كويسه. جميله الروح الطيبه. بالزبط. اللي انت بتتكلم بيها يا احمد. بالزبط. يعني ناس يقعد يقول لك لا ما هم مش هم اللي جابوا كل حاجه، احنا كمان كويسين. بص انت بتتكلم بروح حلوه جدا. لا 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 لا، احنا هم ساعدونا بنسبه كبيره جدا، واحنا برضو ساعدناهم على قد ما نقدر، والحمد لله ربنا كرمنا ببطولتين كنا نستحقهم. بالذات ان السنه دي النظام بتاع مسابقه الدوري والكاس مختلفين تماما. قبل كده كان اللي هو ماتش واحد واخطف واجري، لا احنا لعبنا بيست اوف 3 ثلاث ماتشات، اللي هو فعلا الفرقه الاحسن، الفرقه تستحق هي اللي كسبت البطولات. عكس ما كان بيحصل قبل كده في المواسم السابقه. صحيح. يعني صحيح. طيب جواو، يمكن انت جيت متاخر شويه عن هرنانديز، وفكره برضو انك تندمج مع الفرقه ده اكيد ليه عامل على الفرقه نفسها، ان هم استقبلوكم بطريقه كويسه، ان هم حسيت فيهم ان هم عايزين انكم تساعدوهم وانكم تبقوا معاهم وانكم تجيبوا بطولات، مش مفكرين بقى انه مين الناس اللي جايين علينا من بره، وانه لا احنا عايزين ان احنا كمان نثبت نفسنا. لا هم كان عندهم روح ان احنا كلنا
فريق واحد، كلنا شغالين على هدف واحد، فعايزة أعرف تعاملك معاهم كان عامل إزاي، حسيت إيه منهم، بيتعاملوا معاكوا إزاي، وده اللي خلاك إنك قادر تندمج من أول مباراة، لأن أنت ملامح إضافتك القوية جدا جدا بانت من أول مباراة يعني. From the first day, من اليوم الأول كل واحد منهم استقبلني بشكل جيد جدا. كمان في التدريب للمرة الأولى كان استقبالهم كويس جدا. أنا حسيت أن أنا جزء من الأسرة دي، جزء من أسرة النادي ومن النادي، وده كان مدهش بالنسبة لي. أنا لعبت في أندية كتير في العالم، لكن مش كل النادي بيكون كأسرة. لما بنلعب مع أصدقاء مع الأسرة مختلف تماما، لما نلعب مع حد تاني بدون الإحساس ده وبدون الشعور ده، ده بيدي إحساس بالقوة أكتر لما بكون حاسس إن أنا بلعب مع أسرتي وأصدقائي. علشان كده إحنا فزنا بالبطولات، علشان إحنا أسرة واحدة وفريق واحد، علشان كده إحنا حققنا تاريخ، عشان إحنا بنلعب مع بعض كأسرة. ده حقيقي، وانا متفقة معاك جدا في الكلام ده، لانك هما لو ما حسيتش ان هما شغالين على هدف واحد وان في تيم ورك وكل الكلام ده، ما كنتش هتحس انك قادر تطلع اقصى حاجة عندك بالتأكيد. طيب هرنانديز، انت عندك موقف انا محتاجة ان انا اتكلم معاك فيه، انت عملته لانك راجل حابب المكان اللي انت بتلعب فيه، حابب الدوري اللي انت جاي تلعب فيه، حابب بعض الاشخاص اللي موجودين، حابب الكرة الطايرة زي ما انت قلت، وهو انك دفعت رسوم قيده تسجيله بالظبط في الاتحاد الدولي، دفعتها من معاك لحد ما النادي يدفعها لك علشان تسرع في الاجراءات. حتى رئيس النادي المستشار مرتضى منصور عمل لك تويته على تويتر واتكلم انه اتعلموا الانتماء من هرنانديز على الموقف الطيب اللي انت عملته، فعايزاك تحكي لي اكتر لما عملت الموقف ده كان نابع من ايه او فكرت في ايه وقتها. هو كمان ما كانش خد اي حاجه لسه من نادي الزمالك على فكره يعني، هو كان لسه ما خدش اي مبالغ. بالظبط بالظبط. نعم، ده كان في المباراه الثانيه مع سموحه. أنا جهزت نفسي عشان ألعب في المباراة قبل 3 ساعات من المباراة. المدرب قال لي إن في مشكلة كبيرة بالنسبة لك. أنا اتفاجئت بصراحة، إيه اللي حصل؟ قال إن إجراءات التسجيل ما انتهتش بالكامل ومش هتقدر تلعب النهاردة. قلت له طب إيه اللي أنا أقدر أعمله علشان ألعب الماتش النهاردة مع الزمالك؟ قال لي ان احنا محتاجين نعمل تحويل 5000 يورو للاتحاد الدولي علشان تقدر تشارك. انا اتفاجئت طبعا. قال لي لو مش هنقدر نعمل التحويل ده مش هنقدر نكمل الاجراءات ومش هتقدر تلعب. بالنسبه لي الاهم هو نادي الزمالك، وكنت بفكر دايما ايه اللي انا اقدر اعمله علشان خاطر نادي الزمالك. وبالطبع بمجرد ما اني بنوي بشكل جيد ربنا بيساعدني طبعا، وانا فكرت وقررت ان انا هتحمل التحويل وهشارك في المباراه وفزنا، وبعد كده ممكن احصل على القيمه، لكن اهم حاجه نادي الزمالك. انا قررت وبلغته وكلمت صديقتي وطلبت منها ان هي تعمل التحويل للاتحاد الدولي علشان انا حابب اشارك واكسب المباراه دي. هي روح طيبة جدا جدا جدا، انا بحييك عليها وبشكرك يعني نيابة عن كل جماهير الزمالك بالتأكيد على الروح الطيبة دي. طيب احمد، يمكن انتوا خسرتوا من الاهلي مباراة في البلاي اوف بالظبط في الدوري، وخسرتوا من الاهلي مباراة في البلاي اوف في الكاس. قول لي بعد الخسارة هنا اتكلمتوا مع بعض ازاي؟ لانه كانت الخسارة، انتوا كسبتوا اول ماتش 3-2، تاني ماتش تلقيتوا هزيمة 3-0، تالت ماتش قدرتوا ان انتوا تفوزوا. كلمني عملتوا ايه، لان النهاردة 3-0 فيقول لك ده كسبوهم كده حظ 3-2 اول ماتش. انا بقول لك الكلام اللي بيتقال يعني، اللي هو اصلا كلام ملوش 30 لازمة، بس بقوله لك انه اول ماتش انتوا كسبتوهم صدفة، فتاني ماتش اهو الطبيعي بقى رجعتوا وخسرتوا 3-0. تالت ماتش بقى اتكلمتوا ازاي قبليها قبل ما نروح للكاس؟ لا، في الدوري اول ماتش ده احنا كنا خسرين 2-0، وبعد كده الحمد لله رجعنا الماتش وكسبنا 3-2. في البلاي اوف دوت كان بيساعدنا ان احنا دايما بنبقى الحمد لله كسبين، احنا اللي كسبين اول ماتش، فدايما بيبقى احنا نازلين عندنا الافضليه في ثاني ماتش. بننزل نلعب
طبعا بنبقى حريصين وكل حاجه، بس بننزل نلعب وبنعمل اللي علينا وبنسيب المكسب والخساره بتاعت ربنا. بنيجي نخسر، لما بنيجي نخسر تاني ماتش عادي جدا، احنا يعني احنا فعلا السنه دي كان عندنا ثقه كبيره جدا في نفسنا. الاثنين محترفين، ومش بس فعلا مش محترفين في فولي بس، لا محترفين كمان في العقليه. وزي ما قلت لحضرتك احنا انا عن نفسي اتعلمت منهم حاجات. مفيش يأس، مفيش حاجه اللي قدامك ده خلاص ركب الماتش او هم احسن مننا، لا ده بيبقوا فارقين علينا بثلاثه اربعه بونت نادي الاهلي، وبنجيبهم وبنكسب وبناخد منهم الجيم. فدي عملت عندنا ثقه كبيره جدا مهما كان هم فارقين علينا بايه او خدوا ايه، لا احنا بنقدر نحاول لحد اخر نقطه في الماتش، والحمد لله في الاخر بنكسب. تاني ماتش لما هم كسبوه اللي هو بتاع الدوري دوت، حتى هم كسبوه 3-0، بس هم كسبوه عشان هم كان لازم يكسبوه، فالدفع هم كان عندهم الدفع اكتر، واحنا عندنا اللعيبه كانت مجاده 5 جيم، هم عندهم ما شاء الله يعني فرقه كامله جدا بالظبط. بالظبط احنا عندنا كنا نعتمد بنسبه كبيره على جوزيفاني ورافا، فجم تاني ماتش كانوا مجاهدين، فما ساعدناش شويه يعني، حاولنا نكسب بس ما عرفناش. جينا تالت ماتش عملنا ريكفري بالليل لما روحنا، والفرقه كلها عملت ريكفري وعملنا واستعدنا كويس جدا والحمد لله. احنا لما بنيجي نلعبهم نيره، بنبقى لما انا واحد من الناس لما باخد منهم جيم ببقى عارف ان احنا هنكسب الماتش، لان احنا الحمد لله احنا احسن كاعمار وكبدنيا وكل حاجه، احنا احسن. اول ناخد منهم جيم بالظبط، احنا اول ناخد منهم جيم بعرف ان احنا هنكسب الماتش. صحيح. وده فعلا اللي حصل في كل الماتشات اللي احنا خدنا منهم جيم، اول ناخد جيم واحد بس ببقى عارف ان نكسب الماتش. بس فالحمد لله ربنا كرمنا في الماتش الثالث، خدنا الجيم الثاني تقريبا، او الجيم خدنا الجيم الثاني والحمد لله كسبنا الماتش 3-2. صحيح. رغم ان احنا كان ممكن نخلص 3-1، بس برده حصل حاجه كده من عند ربنا، اخطاء يعني سهله جدا. مش بحس ان انتوا كسبتوهم في الدوره او الماتشات الدوري البلاي اوف بتاع الدوري كسبتوهم، بس حسيت ان انتوا بقى في الكاس لا، يعني بلغه الرياضه كده انتوا ركبتوا المباريات. بالزبط. خلاص عرفتوا بالزبط. ازاي طريقه لعبهم، ازاي تلعبوا يعني في الدوري كنتوا بتكسبوا، بس عارف اللي هو بتكسبوا بطلوع الروح. بالزبط. واللي هو ايه، انتوا بتعرفوا كل الخبايا والاسرار واشتغلتوا عليها بشكل غير طبيعي، لان في الكاس حسيت انكم اعلى بكتير. بالزبط. يعني حسيت انه لا الزمالك اعلى. بالزبط. يعني في الدوري انا حسيت ان انتوا الاثنين المستويات متقاربه، ولكن الزمالك قدر انه يفوز، ولكن بالزبط. في الكاس انا حسيت ان انتوا اعلى خلاص. بالزبط. انتوا اعلى. بالزبط. وبين ان انتوا المستقبل ليكم. بالزبط. فده كان مهم جدا جدا. طيب خليني اروح لجواو، وعايزه اسالك انت النهارده لما قبلت الاوفر على اساس ان انت هتيجي تلعب نهائيات دوري وكاس، ودي مسؤوليه صعبه جدا مع فريق كان غايب عنه الدوري حوالي 8 سنين، صح كده؟ لا 5 سنين. 5 سنين كان غايب عنه الدوري 5 سنين، وحامل لقب الكاس، ولكن كان غايب عنه لقب الدوري حوالي 5 سنين. فالمهمة صعبة والمهمة مش سهلة، وفي فريق واحد هو اللي بيخسروا منه، فما بيحالفهمش الحظ انهم يفوزوا بالبطولة. استقبلت ده ازاي؟ واتكلمت معاهم ازاي قبل المباراة؟ لانك برضو عندك عقلية احترافية بتفيدهم بيها وبتنقل خبراتك، اتكلمت معاهم ازاي؟ طبعا ده كان تحدي كبير، انا حبيت التحدي ده، حياتي دايما بيها تحديات كبيرة، وانا اعرف ان جوزيفاني بيلعب في الزمالك وانا كنت عارفه من قبل كده، احنا ما كناش اصدقاء بس انا كنت عارفه كويس، والمباراه كانت والبطولات دي كانت تحدي كبير بالنسبه لي. لما وصلت الموضوع كان صعب، الماتش ضد الاهلي كان صعب مش سهل، ماتش كويس، الاداء كويس، وكانت المباراة صعبة، لكننا في النهاية فزنا زي ما قلتوا في الكاس، واحنا أدينا بشكل كويس جدا وأظهرنا بأننا فريق كبير، فريق كويس جدا، وان احنا نستحق ان احنا نفوز. انا استعديت بالتركيز، ركزت كويس جدا، اتكلمت مع زملائي
في المجموعه ان احنا علينا ان احنا نركز بكره على المباراه دي، اهم حاجه في حياتنا، مباراه بكره دي اهم حاجه في حياتنا، واحسننا في الاداء وادينا بشكل كويس جدا. صحيح. هرنانديز، عايز اتكلم معاك برضو في نفس القصه، يمكن انت على درايه اكتر بالدوري المصري ولعبت مع ناس من الاهلي والزمالك في نفس الوقت في نادي طلائع الجيش، وكان في ناس انت لعبت معاهم من النادي الاهلي زي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، الناس دي لما انتقلوا من الاهلي لطلائع الجيش كان طلائع الجيش وقتها بياخد البطولات مع التوليفه العظيمه طبعا بوجودك ووجود لاعبي الزمالك، ولكن النهارده انت بقى يعني جواو يمكن مش على درايه بالدوري المصري، لكن انت على درايه بالدوري المصري، قبلت التحدي ازاي وانت عارف ان في فريق يمكن بقاله 5 سنين هو اللي بياخد الدوري والكاس، واتعرض عليك التواجد في نادي الزمالك اللي شعبيته كبيره جدا جدا وجارفه، ولكن كان في سوء حظ في اخر 5 سنوات. اهم حاجه والتحدي الكبير هو ان احنا نبقى بنلعب في نادي كبير ولاعيبه كبار. احنا لو حسينا بالاحساس ده نقدر نحقق اي حاجه في حياتنا. في الدوري المباراه امام الاهلي اهم حاجه كنت بفكر فيها ان احنا بنشتغل مع بعض كاسره واحده كفريق واحد، محتاجين جهد اكبر، الوقت كان قصير شويه علشان نقدر ان احنا نتكامل بشكل تام. احنا كنادي حاسين بان احنا احسن من الاهلي لان احنا عندنا روح الاسره، روح الفريق، دايما بندعم بعض، لو في اي حد حاسس بتقصير او بغضب بنقدر ان احنا نساعد بعض. انا دايما كنت بفكر اساعد زمايلي في الفريق من حواليا، ازاي اقدر اساعدهم، 6 لاعبين دايما محتاجين ان احنا نطلع كل الطاقه اللي عندهم افضل ما عندهم علشان نقدر نحقق الفوز. دايما كنا بنبص لبعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض وفي ظهر بعضنا البعض. الزمالك is the big club. الزمالك فريق كبير. I do it. When I come in, the fans لما جيت النادي الجمهور كان بيدعمني من اول استقبال ليا، وانا شفت الاستقبال ده كان جيد جدا وبحفاوه كبيره، وفي ناس قالوا لي كتير ان احنا بقالنا كتير ما فزناش بالدوري ومحتاجين ان احنا نكسب البطولات دي، وبالتالي انا كان ردي ان انا دايما هندعم بعضنا في اللحظات السعيده واللحظات الصعبه، وقالوا لي ان انت هتقدر ان انت تدعمنا بشكل جيد. لما الناس بتحبك، لما الناس بتدعمك، ده بيدي احساس بالمسؤوليه وبيدي احساس جيد جدا. لما بروح عشان انام بفكر ايه اللي انا محتاج اعمله علشان احقق افضل حاجه للنادي. انا شايف ان هم بيحبوني جدا وواثقين فيا جدا، وبالتالي انا قليلين جدا في مصر اللي حققوا الكاس والدوري في سنه واحده. انا كل ما اساله سؤال ويجاوب عليا انا بقول لك بحس متربي في النادي. متربي في النادي، بحس واحد من ابناء النادي بجد يعني. طيب جواو، برضو يعني خليني ارجع لك، اخد من كلام هرنانديز وارجع لك في فكره انه الجماهير بتتواصل معاك زي ما بيتواصلوا مع هرنانديز، وحسيت انه في دعم وبيتكلموا معاك انستغرام فيسبوك تويتر. طبعا الموضوع بيبقى صعب شويه بالنسبه لي، انا بيجي لي رسائل كتير ومتابعين كتير، انا بحاول ان انا اتابع كل الرسائل دي وبحاول ان انا اتفاعل مع الكل، لكن مش دايما بقدر اعمل ده لان في الغالب بيبقى مستحيل او صعب شويه، لكن انا بحاول دايما ان انا اتفاعل مع الكل زي ما جوسيفاني قال. ده طبعا مهم جدا ومدهش جدا لما بنحس بدعم وتفاعل من الجمهور، ده بيدي احساس بقوه اكبر. جماهير الزمالك دايما هتلاقوها مختلفة، يعني هما بيعملوا حاجات مختلفة وبيحبوا الناس بطريقة مختلفة وبيحبوا الناس اللي بتيجي من بره بطريقة مختلفة، زي لعبتنا هما جمال، بيحبوا الناس اللي بيجوا من بره وبيدعموهم بشكل كبير. قول لي يا احمد عايز تقول. انا عايز اقول لك ان يوزفاني الجماهير خلته يسمع اغاني بتاعت عينة بلد باشا وبيسمعها بيشغلها بيسمع المهرجان. طب بيعرف يغني حاجة؟ بيعرف، بينزلوا له ستوري صورته مثلا ويشغلوا مثلا اغنية مهرجانات فهو بقى بيشغلها وبيسمعها في الجيم. طب بيعرف يغني اغاني؟
تعرف تغني؟ تعرف تغني اغاني مصري؟ He's put some song. طبعا كانوا بيشغلوا اغاني الباشا. The king is back. عودة الملك كينج از باك. انا بشعر بسعادة كبيرة جدا لما هم بيعملوا ده، لما بيشغلوا اي قصة او اي اغنية. انا عارفة انك بتتكلم عربي شوية. Can you sing؟ Yeah. يلا حتة حتة صغننة. شوية شوية كمان. شوية شوية. حتة من الاغنية. حتة صغيرة. من الاغنية. الباشا جالكو. ايوه ساعدوا يا احمد. Maybe you can do better than me. طيب قول لي يا احمد، هم انت قلت لي ان هرنانديز بيحب الكشري، وان جواو برضو بدا ياكل اكل مصري. كلمني كده عشان اروح لهم اسالهم عن الموضوع ده. لا هو هرنانديز كشري. لما كان معانا في الجيش، فاحنا كنا بنتمرن صبح وبالليل، فكنا احنا كلنا الفرقه كانت بتجيب بعد تمنت الصبح. كنا بنجيب الكشري كلنا، فهو كان بياكل معانا، جرب يعني كده كم مره فحبه، فعلى طول بقى بيحب ياكل كشري يعني. طب جواو بدا ياكل حاجه من الاكل المصري؟ جواو مش عارف، ما شفتوش، بس كان بياكل معانا فول على السحور. فول؟ هرنانديز ما بيحبش الفول، بس جواو كان بياكل معانا فول، وكان بيسال يعني نحط عليه ايه، اللي هو الليمون وال لا ده كل حاجه، ده بيحط عليه كل حاجه. كل حاجه حب الفول. كان بيحب الفول جواو. قول لي طيب ايه الاكلات المصريه اللي انت اكلتها جواو وحبيتها، يعني حبيتها وهتعلم طريقتها، ولما تمشي، عشان انا هسالك على سؤال لما تمشي ده، بس لما تقول لي حبيت اكلات ايه. Yeah, I think انا اكلت الكفته تقريبا، باكل الكفته كل يوم. اوكي. سمبوسك. انا بحب الاكل المصري جدا، بحبه جدا. والفول quello che ti piace quello quello quale طعميه quello dessert quello تقريبا طعميه. لا حاجه حلوه. حلوه سي از لايك اورينتال سويت. حلويات شرقيه. رايس رايس رز بلبن. رز بلبن. رز بلبن. اوكي. رز بلبن. اوكي. فول كمان كويس جدا. لا يا جماعه انت خلاص بقيت ابن السيده زينب قوي يعني. طيب هرنانديز ايه الاكلات المصريه، انت عشت هنا شويه وعشت في الامارات، فقول لي ايه الاكلات المصريه اللي انت حبيتها هنا المره دي اكتشفتها، او اكتشفتها الكشري من المره اللي فاتت، ايه بقى المره دي؟ Really, when I play in a gish, I eat. لما كنت بلعب في الجيش انا كنت كل اسبوع كنت باكل كل اسبوع اربع مرات الكشري. اربع مرات في الاسبوع. ام رايس لا وبيحبس بالشاي ورز بلبن كمان. When the first time I came to Egypt. لما جيت المره الاولى في مصر انا وصلت حوالي الساعه 11 بالليل. رحت علشان اكل كشري. طلبت كشري في التوقيت ده، فقالوا لي ايه كشري دلوقتي؟ قلت لهم ايوه انا عايز كشري دلوقتي. قالوا لي تمام خلاص هنجيب لك كشري. تمام. قول لي الكلمات بقى المصريه، عشان عارفه انك عارف كلام مصري او عربي كتير. قول لي بقى عارف ايه؟ I can say ما شاء الله. ما شاء الله. يس. والله. والله والله. يلا بينا. يلا بينا. ليتس جو. وايه تاني؟ What is this? What else? Arabic words. What? Oh, I can say. Okay. Habibi. No. Habibi. Okay. Too many words, but this. لا نكتفي باللي ينفع على الهوا عشان. ايوه بالظبط. قالوا لي اكتفي باللي ينفع على الهوا. بالظبط. طيب جواو. اوكي. جواو عايزه اسالك على فكره، ان انا عرفت خلاص انك مضيت في احد الانديه الاوروبيه، ده من سوء حظنا طبعا، بس عايزه اعرف في يوم من الايام هترجع نادي الزمالك، وعايزه اعرف انت عندك كام سنه عشان برضو ابقى فاهمه يعني. فور شور. طبعا اتمنى ارجع تاني العب في الزمالك. It's difficult. This is not easy. الموضوع صعب مش سهل. أنا بحب الانتماء هنا، وفي الوقت ده تحديدا أنا محتاج إن أنا أشتغل على نفسي. أنا مرهق شوية، دايما مخصص جزء كبير من حياتي للفولي بول، محتاج أريح ومحتاج إني
افكر في المستقبل، محتاج ان انا اتكلم مع اسرتي كمان، محتاج ان احتفل كمان لاننا بالفعل فزنا بالدوري وبالكاس، وبعد كده نبتدي ان احنا نشوف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. لكن بالنسبه لعودتي طبعا 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 انا بقول لرئيس النادي ان انا احب ان انا ارجع تاني، لاني انا سعيد جدا بوجودي معاكم. هرنانديز انت مكمل معانا ولا مش مكمل ولا هتعمل ايه؟ ما تقولي حته بالكواليس كده. I show to the president and the fans, the manager. أحب أقول للرئيس وللنادي والجمهور المدرب إن أنا بحب نادي الزمالك جدا، وأنا عايز أكمل في نادي الزمالك وعايز أكمل في مصر. But from this moment, لكن في الوقت الحالي ما جاليش أي عقد من النادي. ده قراركم، أنا منتظر قراركم أنتوا. أنا لحد دلوقتي أنا بقول لك إنه أكيد 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 الإدارة هتشتغل على ده بشكل كبير جدا، وأكيد الإدارة عمرها ما هتفرط في لعيب زيك بتقلك وبالمستوى المحترم اللي أنت أديته في الدوري المصري وإضافتك المحترمة جدا مع نادي الزمالك. طيب أحمد، عايزة اعرف منك انت كنت بتتمنى انه الاثنين يكملوا ولا قول لي شعورك ايه لما عرفت ان جواو هيمضي في نادي تاني؟ لا طبعا بتمنى الاثنين يكملوا معانا اطول فتره ممكنه، مش سنه واحده بس. يعني جواو انا برضو سمعت، يعني عرفت من السوشيال ان هو مضى تقريبا في مكان تاني، ما اعرفش الكلام ده اكيد ولا لا. بس طبعا زعلت ان هو يعني ممكن يمشي من النادي، وبتمنى ان هم طبعا يكونوا موجودين اطول فتره زي ما قلت لحضرتك، يكونوا معانا يعني ونكسب بطولات ان شاء الله كل سنه بوجودهم معانا ان شاء الله. طيب وهرنانديز قول لي انت، هو مش عايز يقول هرنانديز قام معانا عشان الكشري. طب انا بقى بص، يعني هنفتح لك محل كشري في النادي بس اقعد. طبعا يعني انا سعيده جدا جدا بتواجدكم معايا النهارده، وهاخد كلمه اخيره من كل واحد فيكم. وقبل ما انتوا تقولوا الكلمه الاخيره، عايزه اقول ان احنا كاعلام نادي الزمالك وكاداره نادي الزمالك وكجمهور نادي الزمالك، احنا فخورين بيكم جدا جدا جدا، لانكم بجد انتوا كلكم التوليفه على بعض عملتوا انجاز محترم جدا. خليتوا اللعيبه اللي موجوده، لعيبه الفولي اللي موجوده، يعني بجد يحصل لهم نوع من الانتعاشه ويقدروا ان هم حقهم يرجع لهم، لان هم اتظلموا كتير وتم انتقادهم كتير جدا جدا جدا. فانتوا بمساعدتكم وبالعناصر المحترمه جدا اللي اوريدي موجوده في الفريق، بجد يعني رجعتوا لهم حقهم من الاخر، يعني خليتوهم ان هم يحققوا الحلم اللي هم بقالهم سنين شغالين عليه، بس يمكن الظروف ما كانتش سامحه لهم انهم يحققوا ده. فحقيقي انا فخوره جدا جدا بيكم كلكم وفريق الفولي على الانجاز المحترم ده وعلى الفرحه اللي فرحتوها لنا بالتاكيد. دي كلمتي، انا عايز اسمع بقى، نبدا بكلماتكم وهنبدا باحمد فتحي. لا طبعا الحمد لله، ببارك لكل جماهير الزمالك ونادي الزمالك ومستشار مرتضى منصور وجميع اعضاء مجلس الاداره، وبشكر بالاخص الاستاذ احمد مرتضى على مساعدته لينا ووقوفه جنب الفرقه وان احنا نحقق اللي احنا حققناه السنه دي، وان شاء الله يبقى كل سنه نفس الكلام. وبوعد جمهور الزمالك ان شاء الله باذن الله ان احنا كل سنه هنفرحهم ان شاء الله باذن الله ببطوله واثنين ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. انتوا خلاص بقيتوا على الطريق الصحيح يا احمد، وصدقني مجرد انك تكسر الحاجز النفسي ده اكيد انتوا الاحق، واعماركم والبدني بتاعكم وكل حاجه تؤهلكم ان انتوا اللي تبقوا موجودين في المكانه دي كل سنه. طيب جواو، عايزه اخد منك كلمه اخيره حابب توجهها لمين؟ Just thank you. Just thank شكرا you شكرا ليكم على كل حاجة. أنا كل حاجة كانت مدهشة. أنا بشكر رئيس النادي، هو أدى عمله بشكل رائع معانا، وأنا بقول لكم كلكم شكرا جزيلا من قلبي، وبعدكم إن أنا هعود مرة تانية، واحنا اكيد في انتظارك ومستنيين انك ترجع مره تانية بالتاكيد. هرنانديز ابن نادي الزمالك اللي بيحب الكشري، اللي هنعمل له محل كشري في النادي، حابب تقول ايه كلمه اخيره؟ انا عاوز اقول شكرا جزيلا للاداره بالكامل، بدون
الإدارة والمدير الفني ما كناش قدرنا ان احنا نحقق الانجازات دي بدون إدارة النادي وبدون الفريق ككل. كله أدى بشكل جيد, قدموا لينا الدعم في الأوقات الصعبة لما بنكسب في مباراة بيتكلموا معانا وبيشجعونا وبيقولوا لنا انسوا اللي انتوا الخسارة اللي خسرتوها, بكرة في مباراة جديدة ونقدر ان احنا نحقق الفوز ونقدر ان احنا نعوض. كمان للجمهور هم دعموني من البداية, من اول يوم انا وصلت في مصر قدموا لي دعم كبير جدا. و لما دعموني دعموني بكلمات رائعة جدا, كانوا بيكلموا جوزيفاني انت تقدر تحقق كل اللي انت عايزه, فكر في اللعب واحنا سعداء ان انت رجعت لمصر. وبالتالي ده بيخليني أدي بشكل جيد لاني انا بحصل على الدعم ده. انا بشكر الفريق كله, كل اللاعبين. انا عارف معظم اللاعبين من 5 سنين, لكن انا عارف ان الفريق بيحبوني وبيدعموني. في اي وقت كانوا دايما بيكلموا معايا ان احنا نقدر ان احنا نحقق كل الانجازات دي لنادي الزمالك ولينا. والجمهور الزمالك اكتر من 40 مليون بيتفرجوا علينا في التلفزيون, بينتظروا المباراة من مباراة لمباراة, وبالتالي لازم نعمل حاجة كبيرة للجمهور. مش انا بس, ده كل اللاعبين, احنا كلنا كأسرة واحدة وكفريق واحد, كلنا قدينا بشكل جيد. وانا بشكر نادي الزمالك حقيقي, احنا اللي شكرا ليكم بجد, شرفتونا ورفعتوا راسنا. وكلام مهم جدا جدا, سواء جواو لما قالك انا هرجع تاني لنادي الزمالك, احمد فتحي ده واحد من ابنائنا, فكلامه طالع فعلا من القلب. انت الكلام اللي بجد بيأثر فيك, الناس اللي جاية من برا ولسه عارفين النادي او الدنيا من شهرين بالكتير يعني, ويمكن جواو اقل كمان, فانت بجد الكلام ده بيفرق. لما بنقول نادي الزمالك غير وجماهيره غير, ده اللي احنا بنتكلم فيه. يمكن هيرنانديز بيتكلم في فكرة انه الناس كانوا بيقفوا جنبنا في الاوقات الصعبة, من جماهير وادارة واجهزة فنية وكل الكلام ده في الاوقات الصعبة, لانه دايما الفرح اصحابه كتير والانتصار اصحابه كتير, لكن الانكسار لا قدر الله او المحن بتبقى اصحابها قليلة او الناس اللي بتتواجد فيها قليلة. فكلام مهم جدا جدا كان من طبعا ابتداء من كابتن اشرف رشاد المدير الفني, كابتن احمد شعلان المدير الاداري في الفقره الاولى, وفي الفقره الثانيه كابتن احمد فتحي نجم نادي الزمالك وابن نادي الزمالك, والمحترفين اللي عملوا لمسه طيبه جدا واضافه قويه جدا, سواء جواو فيريرا او كمان هيرنانديز. حقيقي حاجه محترمه جدا جدا.